وصل إلى البلاد ظهر اليوم ممثل جلالة الملك جيغمي كيزار نامجيل وانغتوك ملك مملكة بوتان الصديقة، صاحب السمو الملكي الأمير جيغلاوجين وانغتوك والوفد المرافق، وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة فقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه. وقد كان في استقبال ممثل جلالة الملك على أرض المطار وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لممثل جلالة الملك من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري محمد عبد الله أبو الحسن. هذا ويرافق ممثل جلالة الملك وفد يضم معالي وزير الخارجية الدكتور تاندي دورجي وعدد من المسؤولين.